بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على اللوجيكال اوبريتور المرة دي مع الكوتلين. اللوجيكال اوبريتورز هما اند اور ونوت، حاجتين مع بعض او اي واحدة من الاثنين او لا. نوت النوت احنا اخدناها مع الانري قبل كده اوبريتورز. المرة دي بنتكلم على اول واحدة دي الاورد، العلامتين بتوعها، فبقول دي بتجيب ترو لو كان البولين اكسبريشن بتاعتك فيه واحدة على الاقل ترو، يعني الاي اكبر من البي او الاي اصغر من السي. لو دي او دي هيمشي الموضوع. وطبعا ممكن تبدلهم بايه؟ بالاور، بكلمه اور. دي كورسبوندنج فانكشن، يعني دي الفانكشن المقابله ليها. الاند لازم يكون الاثنين مع بعض ترو عشان تجيب ترو، يعني لازم تكون الاي اكبر من البي وفي نفس الوقت الاي اصغر من السي. في الحاله دي تجيب معاك ترو خلاص. اما نوت احنا عرفناها دي انري اوبريتورز، لكن هم دول الثلاثه اللي احنا بنسميهم اللوجيكال اوبريتورز. هم بيعملوا ايه؟ اكسبريشن. اكسبريشن يعني مجموعه من الايه، من الكونديشنز، عايزين يتركبوا مع بعض بحيث ياخد قرار فيهم اذا كانوا هما مظبوطين ولا مش ايه، ولا مش مظبوطين. طيب هنيجي كده على اس ار سي، ومقام من فايل كوتلين فايل جديد، ومقام مسميه اكزامبل، وادي الكود بتاعه وادوس على اوكي. عملنا الفانكشن بتاعتنا المين، اخدت فيها الفاريبل كان ايه اللي هو بي الاي ب7 والبي ب10، وهعمل فاريبل جديد اسمه ريزلت، وده هخليه فاريبل بوليان. تمام، ومحتاج كمان ممكن اقول فاريبل كمان اسميه سي، والسي ده انا هخليه مثلا باي رقم اخر وليكن مثلا بواحد. حلو، يبقى عندي ايه ب7، بي ب10، عندي ايه بواحد. الريزلت عندي ده اللي هيطلع احط فيه النتيجه، فقلت الريزلت دوت او الريس ده بيساوي هل الاي اكبر من البي؟ طب الاي اكبر من البي، الاي ب10 والبي بكام؟ والبي ب الاي ب7 والبي ب10، يبقى الاي مش اكبر من البي. قمت قال اور، اور هنا او الاي اصغر من السي. هل الاي اصغر من السي؟ دي الحاله بقى بتاعتنا، الاي هل هي اصغر من السي؟ لا، ده السبعة مش اكبر. لا غلط برضو، يعني عندي نو ونو، يعني فولس وفولس. طالما فولس وفولس يبقى النتيجه دي تطلع معايا فولس، لان الاور عايزه واحده على الاقل ترو. لو اليمين ترو ماشي، طب لو الشمال ترو ماشي، طب اليمين والشمال ترو ماشي، طب الاثنين فولس، لا كده بقى خلاص. يبقى هتجيب لك معاك ايه؟ هتجيب معاك ايه؟ هتجيب معاك فولس. ناخد بالنا كده ان الاور عايزه واحده على الاقل ترو في اي اتجاه على الاقل، يعني لو الاثنين ماشي عشان تجيب معاك ترو. عملنا برنت لاين للاي اكبر من البي او الاي اصغر من السي، وعشان نشوف النتيجه والريس. طيب وهعمل برنت تاني اخد منها كوبي فوق كده معلش، عشان اطبع بس الاي بكام والبي بكام والسي بكام والريزلت بكام عشان نبقى شايفين. فقلت الاي ايكوال الاي كفاريبل وكوما، والبي ايكوال البي كفاريبل، والسي ايكوال السي كفاريبل، عشان بس في الطباعه في الاول كده من فوق، عشان لما نبص على النتيجه يبقى احنا عارفين القيم بتاعت الاي والبي والايه والسي. طيب واخد بقى كوبي من الاول كومباريزون عندي، وابدا اعمل الكومباريزون للايه، الكومباريزون الثانيه. فعملت ايه؟ ريس بتساوي الاي اكبر من البي، واور الاي هغير بقى الاشاره بتاعتي اكبر من السي. هل الاي اكبر من السي؟ احنا عندنا طبعا الاي اكبر من البي، لا الاي ب7 والبي ب10 صحيح. طيب الاي اكبر من السي؟ الاي ب7 والسي بواحد، خلاص يبقى الكلام ده كلام سليم ترو. طالما ان الجنب اليمين جاب معايا ترو، يبقى خلاص كده المعادله بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى ترو. عدينا دوت برده في الطباعه، واخد منه كوبي بيست، ومعامل ايه؟ ومعامل بيست. المره دي هغير في الجنب اللي على الشمال، الجنب اللي على الشمال هخلي هل الاي اصغر من البي؟ هل الاي اصغر من البي؟ الاي فعلا اصغر من البي، 7 اصغر من 10، ده كلام سليم. ادي اول القصيده كده ترو، يبقى كده كله هيجي معايا ترو. مش محتاج ان انا ابص على الطرف الثاني اصلا، مش محتاج ان انا ابص على الشرط الثاني، لان ترو، لان الاور عايزه واحد شرط واحد صح، عايزه واحد شرط بس يكون صح. فاول واحد جه صح خلاص، مش محتاج ان انا ايه، مش محتاج ان انا اكرر. اخدت برده كوبي وبيست ثاني، وهغير بقى اخر تغيير، الاي اصغر من البي. الاي فعلا طبعا مش اصغر من البي ولا حاجه. الاي اصغر من بي، اسف، الاي اصغر من بي ب7 والبي ب10، يبقى ده ترو. والاختيار الثاني ان يطلع الاي اصغر من السي. هل الاي اصغر من السي؟ لا، بس طبعا هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي برده ترو، لان اول واحد شغال ترو. يبقى انا كده حاولت ان انا اوريكم الاربع طرق، مفيش غيرهم. الطريقه الفولس الوحيده ان الاثنين يجوا معايا فولس. الطريقه التروي، واحد بس ترو ماشي، والتاني بس ترو ماشي، الاثنين مع بعض ترو ماشي. كده جربت لك كل الاربع طرق بتوع مين؟ بتوع الاور اللي ممكن يحصل. طيب يبقى كده دول كانوا بالنسبه لنا الايه، تيست للفكره بتاعه الاور.
كاور اوبريتور. طبعا ممكن نستخدم الاور اوبريتور بدل الايه العلامتين اللي هما الاثنين الفيرتيكال بار اللي موجودين دول. طيب هقوم عامل بقى تيست للاند اوبريتور وتيست للاند اوبريتور هاخد فيها نفس الاربعه هما مش هغير غير ان انا بس هغير علامه الاور اخليها اند، علامه الاور اخليها اند في كله وارجع اراجع النتائج بتاعتي. طبعا هنا الاي اكبر من البي، الاي مش اكبر من البي خلاص مش هيبص، لان الاند يا شباب لازم الاثنين مع بعض يكونوا ترو، غير كده لا. دي الحاله الوحيده اللي بتجيب ترو، خلاص دي الحاله الوحيده اللي بتجيب معايا ايه اللي بتجيب معايا ترو، غير كده ما بتجيبش معايا ترو ابدا. خلاص نركز في حته عشان نجيب الشكل المختصر يعني. فالاي اكبر من البي وطبعا دي لا، فخلاص مش محتاج ان انا اكرر الموضوع طلع فولس معايا. الثانيه الاي اكبر من البي اند الاي اصغر من سي، برضو خلاص الاي مش اكبر من البي الموضوع منتهي معايا، برضو فولس مش محتاج ان انا افكر. خد بالكم هنا بقى هتلاقي عندنا الاند بتجيب 3 فولس وواحد ترو. خلاص طيب الاي اصغر من البي اه، والاي اصغر من السي لا، برضو فولس صح ولا ايه؟ لان الاي اكبر من البي لكن مش اكبر من السي، فجابت برضو معايا ايه فولس. الحاله الوحيده اللي هتجيب معايا ترو فيها ان لازم يكون الشرطين مع بعض جايبين ترو. في اخر واحد الاي اصغر من البي اه، الاي ب7 والبي والبي بكام؟ والبي ب10. اند الاي اصغر من السي لا، برضو مش اصغر من السي صح ولا لا؟ طيب انا عايز الحاله الاخيره اللي هي الرابعه ان يطلع الشرطين ترو، ما جابتها ما جبناهاش لغايه دلوقتي، ان الاي تكون اصغر من السي وده صحيح، والاي تكون اصغر اسف اكبر من السي اللي هي واحد، السبعه اكبر من الواحد، يبقى كده كلام سليم. يبقى دي الحاله الاخيره اللي ممكن تجيب معايا، الوحيده اللي هتجيب معايا ايه؟ اللي هتجيب معايا ترو. اما الحالات الثانيه كلها هتجيب معايا ايه؟ فولس. يا ريت تبقوا تعدلوا الكومنتس الموجوده في النتيجه، لكن احنا هنشوف النتيجه اللي احنا قلناها ديت نشوف النتائج بتاعتنا، هنلاقي ان الاي ب7 البي ب10 جابت فولس ترو 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 صحيح، والعكس الناحيه الثانيه فولس 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 ترو، زي ما احنا شايفين كده النتيجه بتاعتنا طلعت مظبوطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.